هاي ايفريوان، السلام عليكم، كيفكم؟ هذا جارنا عمو ديريك. هاي ديريك، رح نسأله إذا يعني بيحب يروح على السينما، ورح نشوف شو رح يجاوبني. اوكي ديريك، yes. Would you like to go to the cinema? No thanks Ali, it's not my cup of tea. It's not your cup of tea? No. Sorry, what do you mean it's not my cup of tea? You know, I like tea, but I don't like the cinema. قال هو بيحب الشاي بس هو بيحب السينما. فعرفتوا شو صار؟ سألته بتحب تروح على السينما؟ فقال لي it's not my cup of tea. فهذا المصطلح انجليزي مستخدم بشكل غير رسمي informal يعني، فرح اشرحه باللغة الانجليزية ورح نشوف مدى فهمكم يعني استيعابكم اذا حكيت كل شيء بالانجليزي، وبعدين رح ارجع عيد الحكي بالعربي. So in English if you say it's not my cup of tea, it means it's not the type of thing that you are interested in, or it's not really what you like, simply. يعني إذا قلت it's not my cup of tea معناته أنت ما أنك مهتم بهذا الشيء أو ما بتحبه. فنحن باللغة العامية مثلا بسوريا بنقول إذا واحد ضيفك مثلا شغلة أو عزمك على مثلا على المسبح، على كرة قدم أو أي شيء، فبتقول له والله أنا ماني صحبة مع كرة القدم، ماني صحبة مع مثلا الشوكولا. هالمعنى يعني حتى بالعربي في عدة طرق لتقول إنه أنا ما بحب هذا الشيء. طبعا نفس الشيء بالإنجليزي it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. فهلأ بدنا منكم إنه تعطونا مثال من حياتكم الواقعية وتكملوا هالجملة. مثلاً تقول swimming is not my cup of tea. مثلاً أي شيء، مثلاً cars, football, swimming, basketball. أي شيء يعني يطبق على الأكل وعلى الأشياء وعلى أي شيء. Okay, thanks, Derek. Goodbye. Masalama. Sorry. Masalama. Oh, this is Arabic. Yes. Yes, masalama. Yes. Bye.